بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط قسم الدراسات الاجتماعية بمتوسطة دار الثقافة الأهلية. أبنائي الطلاب، درسنا اليوم الدرس 20، استعمالات الخريطة وطرق نقلها. الدرس 20 من سلسلة شروحات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث. أبنائي الطلاب، عناصر الدرس الرئيسة التي تحقق أهداف الدرس اللي وضعناها في صورة خارطة مفاهيم. أبنائي الطلاب، أولا عناصر الدرس الأساسية، نتكلم اليوم عن استعمالات الخريطة ومن الذي يستعمل الخريطة وفوائد الخريطة. نتكلم عن أيضا طرق نقل الخريطة، كيف يمكن نقل خريطة عن طريق، في أبنائي طرق يدوية وطرق آلية، ونتعرف على كل منها. أيضا نتعرف على كيفية قراءة الخريطة أو مهارة قراءة الخريطة، اللي هي فهم ما تحوي الخريطة من رموز ومعلومات وكيفية الاستفادة من الخريطة. إذن درسنا اليوم يتركز في ثلاثة محاور: استعمالات الخريطة، فوائد الخريطة، اثنين كيف يمكن نقل الخريطة، الطرق اليدوية والطرق الآلية، أخيرا مهارة قراءة الخريطة. أبنائي الطلاب، أولا استعمالات الخريطة وطرق نقلها. نشاط، من الذي يستعمل الخريطة؟ لا يخفى عليكم أبنائي الطلاب أن الخريطة اليوم أصبحت شيء مهم جدا وضروري للعديد من التخصصات والمهن، فيستعملها معلم الدراسات الاجتماعية، المتعلم، المهندس المعماري في تخطيط الطرق، يستعملها الطيار لتساعده في معرفة مواقع المطارات، يستخدمها القبطان البحري، مذيع النشرة الجوية، والعسكري، والسائح. لا يخلو تخصص من التخصصات إلا وبيستخدم الخريطة. إذن استعمالات الخريطة متنوعة ومتعددة. نستفيد من الخريطة في معرفة المواقع وتحديدها، وتحديد طرق السير والمدن والدول، الظواهر الطبيعية والبشرية. كم هائل من المعلومات توضحه لنا الخرائط بمختلف أنواعها. إذن الخرائط أصبحت عنصر أساسي من العناصر المهمة والضرورية للعديد من التخصصات، ونستفيد منها العديد من الفوائد الجاري ذكرها. أولا، تستعمل الخريطة لأغراض عديدة، أهمها، أنا بستخدم الخريطة في أغراض عديدة، أهمها إيه؟ رقم واحد، أبنائي الطلاب، هذه الخارطة أستطيع أن تحديد وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية عليه. ظواهر طبيعية اللي هي التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان دخل فيها. يعني هذه الخارطة وزعنا عليها الجبال، ادي جبال الحجاز، جبال طويق، سهول تهامة، سهول الإحساء. يعني أستطيع أن أوزع على خارطة الظواهر الطبيعية، وكذلك الظواهر البشرية. نستطيع أن نوزع الطرق والمدن والكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية المختلفة ومناطق الزراعة، كله على الخارطة. إذن أول فائدة للخارطة تحديد وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية عليها. اثنين، معرفة الطرق البرية والبحرية والجوية الإقليمية والعالمية. يمكن من خلال هذه الخارطة أو غيرها أتعرف على شبكة الطرق البرية، يعني اللي داخل المملكة، شبكة الطرق البحرية اللي في البحر الأحمر أو الخليج العربي أو بحر العرب أو أي مكان في العالم، شبكة خطوط الطيران العالمية. إذن يمكن من خلال الخارطة معرفة الطرق البرية والبحرية والجوية الإقليمية والعالمية. أيضا تستخدم الخريطة في تخطيط المشاريع المختلفة، زي تخطيط المدن والطرق وغيرها. حينما نقوم بإنشاء مدينة، لابد من مخطط لهذه المدينة قبل إنشائه، اللي هو عبارة عن خريطة المدن. إذا تستخدم في تخطيط المشاريع. أيضا تستخدم في تحديد الاتجاهات في المواقع، زي اتجاه القبلة. يعني مثلا سكان اليمن حينما يتجهون للصلاة يتجهون إلى ناحية الشمال الغربي، وسكان مدينة جدة إلى جنوب الشرق. إذا نستطيع أن نستخدم الخريطة في تحديد الاتجاهات وتحديد اتجاه القبلة. الخريطة تستخدم كدليل في المكاتب السياحية والعقارية والمراكز والأسواق التجارية والفنادق. أي فندق، أبنائي وأحبائي الطلاب، تجد مخطط تفصيلي في كل غرفة ليوضح لك أماكن الغرف وأماكن الطوارئ والمصاعد الكهربية وغير ذلك.
إذن الخريطة لها العديد من الفوائد، منها تحديد وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية، معرفة الطرق البرية والبحرية والجوية والإقليمية، تخطيط المشاريع المختلفة، تحديد الاتجاهات والمواقع، دليل في المكاتب السياحية. نشاط 2، يستنجد الطلبة 3 استعمالات للخريطة يستفيد منها. معلم الدراسات الاجتماعية، معلم الدراسات الاجتماعية أبنائي يستفيد من الخريطة استفادة عظيمة، بل لا يمكن شرح درس معين إلا بدون الخارطة لشرح الدروس وتحديد مواقع الأماكن. مثلا حينما أتكلم عن مظاهر التضاريس في المملكة العربية السعودية، كيف يمكن أن أشرح هذا الدرس بدون وجود خارطة المملكة الطبيعية؟ توضيح الظاهرات الطبيعية والبشرية، لكي يتعلم الطالب الفرق بين الظاهرة الطبيعية والبشرية لابد من وجود خارطة. تحديد اتجاه القبلة وغيرها. طب مذيع النشرة الجوية يستفيد من الخريطة في معرفة أحوال الطقس، مواعيد شروق الشمس وغروبها، معرفة درجات الحرارة العظمى أو الصغرى في المدن والعواصم. كلنا أبناء الطلاب نشاهد مذيع النشرة الجوية، تخيل أن مذيع النشرة الجوية يتكلم بدون خارطة الطقس، هل الكلام يصبح مفيد؟ استحالة طبعا، لابد من وجود خارطة ليعرض عليها موضوعات الطقس المختلفة لكي تزيد الاستفادة من الدرس. أبنائي، قراءة الخريطة، هناك في مهارة تسمى قراءة الخريطة. ما المقصود أو تعريف قراءة الخريطة؟ تعد قراءة الخريطة من المهارات الأساسية التي تبنى عليها المهارات الأخرى المتعلقة. القراءة، مهارة الخريطة أبنائي معناها فهم كل ما تحويه الخريطة فهما دقيقا. معنى أني أنا أستطيع أن أقرأ الخريطة، لكي تقرأ الخريطة وتفهم ما به الخريطة أبنائي، هي وسيلة بأخذ منها معلومات، نستقي منها المعلومات، نأخذ منها معلومات مفيدة معينة بالنسبة لنا. أول شيء، لكي تفهم الخريطة وتقرأ قراءة صحيحة لابد من التعرف على عنوان الخريطة عشان تحدد موضوعها. الأول شوف موضوعها إيه. 2، اتجه إلى مفتاح الخريطة لتتعرف على دلالات الرموز والمفاهيم المكتوب. 3، حدد اتجاهات الأصلية الفرعية، الشمال فين، الجنوب، شرق، غرب. حدد المواقع الجغرافية، يعني حدود الدول. حدد الوقت في الأماكن المختلفة، يمكنك تحديد الوقت باستخدام خطوط الطول. يمكنك قياس المسافات والمساحات بمقياس الرسم. أبنائي، كل هذه فوائد نستطيع أن نحصل عليها من خلال قراءة الخريطة. نكمل أبنائي، كيف يمكن رسم الخريطة؟ طبعا يمكن أبنائي رسم الخريطة بنقلها من خرائط سابقة، خريطة عندي سابقة، يا إما بطريقة يدوية، كما يمكن رسم الخريطة بطريقة آلية. الطرق الآلية، يعني الطرق الآلية بسهلة جدا جدا وتختصر الوقت والجهد والتكاليف في نقل الخريطة، عن طريق الكاميرا، أصور الخريطة بالكاميرا معينة، أو عن طريق الحاسب، أو عن طريق العارض الضوئي اللي هو سكانر، اللي هو البروجيكتور أو الماسح الضوئي. كل هذه طرق آلية بسيطة وسهلة يمكن خلالها نقل الخريطة، الكاميرا، الحاسب، العارض الضوئي، الماسح الضوئي. أما هناك بعض الطرق اليدوية، منها طريقة الشف. طريقة الشف أبنائي عبارة عن لوح ورق شفاف، هذا اللوح يتم تثبيته على الخريطة الأصلية ويتم رسم الخارطة بالمرسام. في طريقة المربعات اللي سوف يتم شرحها، وفي طريقة الطبع بالكربون عبارة عن لوح ورق A4 لونها أزرق، توضع ما بين ورقتين ويتم رسم الخارطة بالكتابة عليها، فيتم طبع الخارطة على الورقة الأخرى. يبقى إذن الطرق اليدوية في طريقة الشف، المربعات، الطبع بالكربون، الطرق الآلية، الكاميرا، الحاسب، العارض الضوئي، الماسح الضوئي. أشكال نقل الخريطة بالطريقة اليدوية، تنقل الخريطة بمقياس الرسم نفسه اللي رسمت به، أو مكبرة أو مصغرة بعدة طرق. خطوات طريقة الرسم بطريقة المربعات أبنائي الطلاب، هشرح لكم هذه عمليا. برأيك ما أسهل طريقة لنقل الخريطة؟ التصوير بالكاميرا، أرجع ذلك لسهولة حملها واستخدامها. تقوم أبنائي الطلاب فكرة المربعات، هذه خريطة المملكة العربية السعودية، نقوم بتغطية المملكة بمجموعة من المربعات الطولية والعرضية، هذه المربع 1، 2، 3، 4 وهكذا.
بعد كده نقوم برسم نفس المربعات في مكبرة أو مصغرة بأبعاد معينة في الجهة الأخرى، ويتم رسم كل جزء. مثلا هذا المربع في خط معين، أحاول قدر الإمكان أشوف المربع هنا وأرسم نفس الخط، وهكذا وهكذا لغاية ما تكتمل الخريطة، ويتم إن شاء الله تفعيل هذا النشاط داخل الفصل بإذن الله، لأنه نشاط عملي يحتاج إلى تدريب عملي. تقويم الدرس 20 أبنائي، وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أولا يحدد الطلبة طرق نقل الخريطة اليدوية الآلي. أبنائي ذكرنا أن الطرق الآلي اليدوية هي الشف، الطبع بالكربون، المربعات، وكمان ممكن نضيف لهم طريقة اسمها اللوح الزجاجي. أما الطرق الآلية، تصوير بالكاميرا، الماسح الضوئي، الاسكانر، الحاسوب أو البروجيكتور اللي هو البروجيكتور. ما هي استعمالات الخريطة؟ استعمل الخريطة أبنائي في تحديد وتوزيع الظاهرات الطبيعية والبشرية، معرفة الطرق البرية والجوية والبحرية والإقليمية والعالمية، تخطيط المشاريع المختلفة كتخطيط المدن، تحديد الاتجاهات والمواقع مثل اتجاه القبلة وغيرها غيرها من الفوائد الكبيرة جدا. أمامك خارطة أبنائي الطلاب، كم عدد مناطق المملكة؟ لو وضحنا أن مملكة أبنائي الطلاب قسمت إداريا إلى 13 منطقة إدارية، يبقى عدد مناطق المملكة 13. أكبر مناطق المملكة مساحة هي المنطقة الشرقية، أصغرها مساحة منطقة الباحة. عدد المناطق التي تطل على البحر الأحمر هي 6 مناطق، وهي كالتالي: منطقة تبوك، منطقة المدينة المنورة، منطقة مكة، منطقة عسير، منطقة جازان. دول أهم المناطق التي تطل على البحر الأحمر. يستعين ما المنطقة التي تقع على الخليج العرب، الخليج العقبة؟ خليج العقبة أداء أبنائي، المنطقة الوحيدة التي تقع على خليج العقبة هي منطقة تبوك. يستعين الطلب بمصادر التعلم، ثم يسجلون فوائد الخريطة لكل من قائد الطائرة. الطائرة أبنائي طلاب معرفة الطرق الإقليمية والجوية وتحديد الاتجاهات والمواقع، معرفة المواقع المسطحات المائية واليابسة اللي مر عليها، لا يمكن للطائرة أو القائد ربان الطائرة أن يطير بها بدون خارطة للمطارات والمطارات البديلة والمطارات الرئيسة والطرق البرية والجوية والعالمية لكي يحددها. المسافر معرفة الطرق وأماكن وجود الظاهرات الطبيعية ومعرفة المواقع والمدن والدول وغيرها. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد في أمامي، ما زلنا أبنائي الطلاب هذا نشاط إن شاء الله أترك لكم. قم بنقل الخارطة بطريقة المربعات، مرة تصغير ومرة تكبير. 2 يكتب الطلبة في فقرة موجزة عن أثر التقنية الحديثة في نقل الخرائط. لقد أثرت التكنولوجيا الحديثة في نقل الخرائط من خلال نقل الخرائط بدقة متناهية جدا مع تكبيرها دون حدوث أخطاء أو عدم وضوح الصورة بسرعة وإنجاز، مما كان له أثر الأعظم في مجال نقل الخرائط. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.